أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة، سنتناول خلال هذا الأسبوع عدة محاور. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. عزيزي الطالب، بعد أن نكون قد أنهينا خلال الأسبوع الماضي الفعل الماضي وتحدثنا عن الفعل الماضي وعلامات بناء الفعل الماضي، في هذه الحصة سوف ننتقل إلى حل أسئلة الفعل الماضي من كتاب اللغة العربية الخاص بالقواعد، ثم سنتأكد من حل جميع التدريبات معاً من خلال المناقشة الصفية والتفاعل الصفي. وبعد أن نقوم بقراءة مناظرة بين العالم والشاعر بحصة مستقلة ونوضح ونبين كل طرف فيها، سوف ننتقل لحل ومناقشة أسئلة النص من خلال التواصل في العمل الجماعي. لذا سنبدأ بأسئلة المعجم والدلالة، ثم سننتقل إلى البحث والتعبير الكتابي. في هذه الحصة من الأسبوع السابع سوف نكمل ونتأكد أننا أنهينا أسئلة النص من خلال التواصل في العمل الجماعي، وأقصد أي نص؟ هو نص المناظرة الثالثة التي تدربنا عليها، وهي المناظرة بين العالم والشاعر. خلال هذه الحصة سنقوم باستكمال حل أسئلة النص والتأكد أن الجميع قد أجاب الأسئلة بنجاح واستماع الملاحظات من الطلبة. في هذه الحصة عزيزي الطالب ستقدم اختبار اللغة العربية الأول في فن المناظرة، إذ إنك ستكتب مناظرة من الاختيارات المعروضة أمامك في المهمة وفق المعايير المحددة، وذلك بعد أن تكون قد تدربت على الكتابة أكثر من مرة داخل الحصة الصفية، وتم تصحيحها وتصويبها وإعادتها لك بالملاحظات المناسبة. ثم عزيزي الطالب، سنبدأ بتمهيد بسيط للقصة القصيرة الوحدة الثانية. تلك القصة القصيرة كفن من الفنون الأدبية، سنتعرف إلى عنوان الوحدة في قصص الشعوب والمفهوم الرئيس، كذلك المفاهيم ذات الصلة والعبارة والسياق العالمي وأساليب التعلم الخاصة بالوحدة، لننتقل من هذه الحصة إلى الأسبوع المقبل الذي سنبدأ به الوحدة الثانية في فن القصة القصيرة. وهكذا عزيزي الطالب، نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه من مادة في القواعد حول الفعل المضارع، ثم الانتقال إلى كتيب اللغة والأدب فن المناظرة نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعا سعيدا وموفقا أتمناه لكم. إلى اللقاء.